لا تقبريني انا بحطها. لك فهميه شو ريحه هالمسك الطيبه؟ من وين جايبتيها؟ وصلت اخي عمر جاب لي اياها. والله ريحتها حلوه، لازم وصي عمر يجيب لي وحده منها. ايه يا درسانة يا فهمية، أتاريكي مانك سهلة بنوب؟ لا تخافوا أمي لا تخافوا، هلأ بيجي أبوكم. ها ليكو إجا. السلام عليكم. وعليكم السلام، إمتنا من الرعبة؟ وينك لهلأ؟ كنت عم جيب شوية أغراض لأوقات. أيوة، ليش شو مكسرين إيديها؟ ما تروح تجيبهم هي؟ لك يا بنت الحلال، هي مرته لأبو قاعود ونحن موجودين، ما بيصير تنزعسوا. إلهي بنت الحوان قريب، إلهي استغفر الله العظيم. عفاف يا عفاف. خير؟ شو في؟ مين حاطط لي مسك على المخدة؟ مسك؟ ايه مسك. يو والله غريبة، مع انه ما كان في عندي حدا غير الداية ديبة وبنت حماية فهمية. معقول تكون الداية ديبة هي اللي حاطط لك مسك؟ الداية ديبة؟ ايه اخي، يعني عم قول لحالي بركة هي. قديش عمرها الداية؟ كبيرة أخي، كتير كبيرة، يعني بيطلع عمرها شي 40-45 سنة هيك شي. قعد أخي قعد، بدي أحكي معك بموضوع. خير أخي، هاي البيت ورجعتوا له أنت وأخوك، وهدين كل مقوصتين طلعوا منه، وصار لازم يكون في حريم بالبيت تخدمكم. مشان هيك أنا عم أقول لحالي صار لازم نجوزك بقى. يا أختي، أم قاعود كرهتني جواز بسنين. لا يا أخي، مو كل أصابيعك مثل بعضها، والحريم نفس الشي. بعدين أنا العروس اللي شايفت لك ياها بتاخد العقل وبتشيل الهم من على القلب. كمان شايفتيني عروس؟ ايه طبعا. تقبرني ليش؟ شو ناقصك انت؟ اذا موافق مشان احكي لك مع اخوه. مين اخوه؟ جوزي ابو فهد. قصدك ايه؟ تقبرني فهميه بنت حماية.